كلام خفيف مع شريف مبكور على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا لكم مرة تانية. دايما أنا متحيز جدا للمرأة المصرية والست المصرية، وأشوف أنها مختلفة جدا وشاطرة جدا وجدعة جدا وجريئة جدا جدا جدا. النهاردة معانا سيدة مصرية شاطرة وجريئة، وأول مرة ألتقي بيها دلوقتي يمكن في الفاصل، أول مرة نشوف بعض وجها لوجه، واضح إنها شخصية كمان قيادية وقوية. كل ده مع بعضه يبقى أكيد معنا النهاردة شيرين عادل، وهي كاتبة في أدب الرحلات ولفت تقريبا أغلب مدن مصر بالموتوسيكل الخاص بيها، واللي أحلى من كل ده أن زوجها بيساندها ويساعدها. صح؟ مظبوط. ازيك يا شيرين؟ ازيك يا شيرين، أخبارك إيه؟ الحمد لله. أنت منورانا. تسلم. قولي لي حكايتك إيه مع الموتوسيكل؟ هو الموضوع ابتدى في 2013 تقريبا. كان معايا ناس في الشغل بيركبوا سكوترز، وكانوا عملوا سيشن كده صغيره بيعرفوا الناس قد ايه السكوتر مفيد وبيوفر وقت وبنزين ومجهود وحاجات كتير. ولقيت بنت فيهم بتركب سكوتر، فبالنسبه لي كان يعني مسكت فيها الصراحه. قولي لي بقى ايه اللي بيحصل، وطب ما حدش بيضايقك في الشارع. بصي، هو السكوتر هو الفيسبا الفيسبا نوع من السكوتر. اوكي. نقدر نقول هو الاسم الشعبي الدارج ليها ان هو الفيسبا. سكوتر يعني، يمكن عشان دلوقتي بقى في انواع اوتوماتيك وانواع تايواني على كوريا على حاجات كتير وشركات كتيرة قوي غير السكوترات المتعارف او الفيسبا المتعرف عليها. اوكي. بس فقد كان بقى ان انا اشتريت سكوتر وابتديت اروح بيه لشغلي كل يوم. انت ساكنه فين؟ وقتها كنت ساكنه في شبرا. اوكي. يعني يعتبر في وسط البلد. مش شبرا خيمه. أوكي. وسط البلد. أوكي. وكنت بروح مدينه نصر كل يوم. ده مسافه. اوكي. بس ده كان سنه كام بقى الكلام ده؟ ده في مارس 2013 بالظبط ابتديت. اوكي. بعدين؟ وبعدين يا سيدي ابتديت اتعرف بقى على الكوميونيتي بتاع الناس اللي بتركب سكوترز وبايكس وكل حاجه. وابتدت عيني تزغلل شويه بقى، لازم ابجريد واطلع على ليفل تاني. وفي مره كنت معديه من يعني ركنت في الجراج جنب البيت، ومعديه قصاد ميكانيكي كده بتاع مكن يعني، ف بقى عنده موتوسيكلات. عنده موتوسيكلات، فبيفرجني بقى على موتوسيكل كان قديم كده ومركون على جنب وغلبان كده، تحسه يعني شكله كده طيب. شكله طيب. شكله طيب، صوته مش طيب خالص. بس وانتهى الامر يعني بعد مناقشات كتير مع جوزي، ان احنا طب هو جوزي ساعتها ما كانش بيركب اصلا سكوتر او موتوسيكلات، فانا قعدت اقول له طب ما ابجريد ونجوين يعني الفقره دي. انا عندي استفسار يعني، حضرتك بداتي تركبي السكوتر يعني وجوزك كان بينزل يروح شغله عادي او بعربيه او مواصلات او حاجه، وانت عندك السكوتر؟ هو جوزي كده كده كان بيركب باص كل يوم، يعني لان هو بيشتغل في القريه الذكيه، فكده كده لازم يركب باص. انا كنت واخدها اكتر كفاسيليتي يعني. طب هو ما اعترضش حاجه؟ كان خايف عليا في الاول، وطب ازاي مش عارفه ايه، بس يعني هو عارف ان انا مجنونه. قولي لي اول يوم، اول رحله ليكي من بيتك لغايه مدينه نصر، من شبرا لمدينه نصر راكبه سكوتر، مشيتي ازاي وفين وكنت لابسه ايه؟ هو الاول انا ابتديت قعدت حوالي 3 اسابيع. اولا انا ما قلتش لاهلي خالص في الاول، يعني الصراحه كنت مش هينفع. فكنت بروح اركنه عند واحده صاحبتي جنب بيتهم، يعني قريبه قوي من بيتهم، بس بروح اركنه في الجراج عندهم. وقعدت فتره كده بعدي بس يا دوب طريق النصر كده اروح شغلي، لغايه لما ابتديت اتعود قوي شويه ان انا ابقى في ترافيك وزحمه وناس. أوكي. تكسر عليا عادي. متخيل. بس اول يوم بقى اللي طلعت فيه كوبري 6 اكتوبر ده كان معركه. يعني اول يوم تسوقي سكوتر طلعتي كوبري 6 اكتوبر؟ لا لا، يعني بعد بقى لما رجعت بقى البيت عندي بقيت اركنه عند بيتي، فلازم اخده بقى كل يوم الصبح من عند البيت للشغل. ف 6 اكتوبر بقى مراجيح مولد النبي. طب كنت بتلبسي ايه؟ بلبس سيفتي وبلبس خوذة وبلبس سيفتي بيحمي دراعي اللي هما حكايتك على الكوع وعلى الركبة. حاجة زي الشنكار بتاع لعيبة الكورة كده. اوكي. وجلوفز عشان ايه نوعية المعاكسات اللي بتتوجه لك؟
او بتقابلك؟ سربرايزنجلي لما ابتديت الموضوع ده كان اكتر حاجه مقلقاني طبعا ان انا مش بس معاكسات يعني، كنت خايفه الصراحه ان حد ممكن يتغابى شويه ويكسر عليا يضايقني يجري ورايا. سربرايزنجلي بقى لقيت الموضوع عكس تماما، حتى الناس اللي بتعاكس بتعاكس بطريقه لطيفه مش معاكسه اللي هي مش هنقول عليها معاكسه يعني، اللي هم مستغربين فبيعلقوا يعني ايه يا كابتن مش عارفه ايه الحلاوه دي بتاع. هل تفتكري برضو لان انا كتير بشوف بعض البنات والسيدات ساعات راكبين موتوسيكل او سكوتر او عجله، فبتبقوا لابسين لامين شعركم داخلينه جوه الخوذه، وفي الغالب بتبقوا لابسين تريننج سوت وحاجات واسعه، فمش باين قوي ايه اللي بيسوق ده ست راجل ايه، مش باين قوي. فدي في مصلحتكم برضو موضوع الخوذه دي بالذات. يعني انا البنات بالذات بتتعمد ان هي تحاول تخفي هويتها بقدر الامكان عشان بس تتفادى ان الناس، لان يعني اي مكان كنا بعدي منه بس يعني. في مره انا فاكره نزلت من الشغل، كنت رايحه مشوار بسيط جدا يعني الشارع اللي ورانا، فكسلت اخد الهلمت فنزلت بقى بشعري عايزه اقول لك ان كان في ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده إيه متواصله بقى طول ما انا ماشيه. عشان كده بقول لك هو ساوند تراك انتوا عشان بتبقوا لابسين الحاجات دي مش بيبقى باين فعلا. طيب لما كان الراجل عنده الميكانيكي بتاع الموتوسيكلات، كان في موتوسيكل ركنه عجبك بقى الموتوسيكل ده واشتريتيه ولا وصلحتيه وكده ولا ايه؟ عايز اعرف القصه. يعني انا عجبني فيه ان هو كان اولا كان يعني شكله كده يدي ايحاء ان هو حاجه تحت السواهي دواهي كده، عارف؟ وطلع كده فعلا؟ طلع كده فعلا واكتر من كده. اوكي طلع ماركه بقى مثلا؟ هو ماركه يعني هو هوندا معروفه. اوكي ياباني بس هو مش معروف قوي في مصر او مش واخد حقه لان هو موديل قديم، كان موديل 94 بس كان 4 سلندر وده مش موجود في اغلب البايكس اللي من الكاتيجوري ده، و750 سي سي على 4 سلندر فكان الباور بتاعه عالي قوي طبعا. صلحتيه وجددتيه؟ صلحنا وابتديت بقى يعني انا والدي اصلا كان بيركب هارلي من هو عنده 15 سنه ولا حاجه، فركيب قديم فلما لقينا اشترينا ده كان طبعا برضو امر واقع بالنسبه له فعلمنا بقى ازاي نسوق المانيوال انا وجوزي، وابتدينا نطلع بقى يعني طلعات كده ويك اند يوم الجمعه، نطلع العين السخنه واحد عمر مثلا طريق اسكندريه حاجات بسيطه. لما انت هتكلمي على الحاجات دي ان ديتيلز دلوقتي بس انا عايز اعرف، هو دلوقتي انت ابتديتي سكوتر بقى كده جبتي الموتوسيكل ده وصلحتيه، جوزك بقى ابتدى يقول انا كمان عجبته الموضوع فابتدى يحب البايك والموتوسيكل والكلام ده؟ بص هو يعني احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني نشارك بعض في الاكتيفيتيز بتاعتنا، فهو كان عاجبه الفكره ولما ساق كمان ابتدى يعني خلاص بقى اديكشن يعني وهو يعني احنا دايما حتى في كوميونيتي تاع بايكرز بنقول ان اللي بيجرب سواقه الموتوسيكل مره هي عامله زي اول مره تجرب فيها مخدرات فعلا، هو خلاص يو كان ستوب بعد كده. لو انت طبعا باشن عندك الموتوسيكل فهتبقي مبسوطه. طيب في كوميونيتي للبايك ده عند في مصر بس اغلبيتهم رجال، وفي قد ايه ستات تقريبا او بنات؟ لا بالعكس في ستات كتير. قد ايه بقى يعني لو قلنا برسنتج كده يعني؟ لو برسنتج لسه قليله برضو طبعا مش الماجوريتي من الكوميونتي او حوالي حتى حصلنا نصه، بس let's say about 20-30% مثلا من الكوميونتي دلوقتي بقى ده مش قليل خالص. تفتكري ممكن مع الوقت مع زحمه المواصلات مع البنزين الغلي مع العربيات اللي غليت قوي الناس ممكن تتجه انها يبقى عندها فيسبا او موتوسيكل او الكلام ده ينتشر، والعجل والكلام ده ممكن ده ينتشر؟ هو انا اعتقد انه ما بيبقاش اوبشن لازم مع الزيادات الاخيره. بس الزيادات الاخيره بس انا برضو الناس مش مهتمه قوي يعني في بلاد زي الهند وزي الصين وزي واوروبا طبعا وبلاد كتير قوي، لا الناس كلها مهتمه يبقى عندها يا اما عجله يا اما بايك يا اما فيسبا. والله هو يعني الكوميونتي عندنا بيحاول ينشر شويه الثقافه دي من خلال الرايدز اللي بتتعمل وايفنتات كتير بنعملها، وفي مثلا كل سنه في يوم اليتيم بيبقى في بايكنج ايفنت، كل البايكرز في مصر بيروحوا العين السخنه في يوم اليتيم. السكوترات ابتدى يبقى فيه مدارس تعليم بنات سبيسيفيكلي يعني بنات في اسكندريه وفي القاهره. في اسكندريه انا شفتهم، اسكندريه كتير جدا. اسكندريه بنات مليانة. يعني شفتهم يجننوا، انا احب احييهم على الهواء بجد. لا شاطرين قوي. انا كمان بنات اسكندريه جامدين جدا. ده حقيقي.
طيب احنا هنتكلم معاكي اكتر واكتر، وهتحكي لنا بقى عن رحلتك وازاي لفيتي بالبايك ده. رحتي كذا محافظه وكذا مدينه، كان ايه الغرض من كده؟ هتحكي لنا بس بعد ما نسمع اغنيه. ممكن اوكي يلا في لافيو، سمعنا اغنيه لو سمحت. كلام خفيف مع شريف مبكور على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. عايز اقول لكم شكلي قريب كده هشتري فيسبا او موتوسيكل عشان هي حبيبتني في البايك والكلام ده. قلت لها ماليش في الكلام ده عليكي. لا مره ثانيه مرحب بشيرين عادل كاتبه ادب الرحلات. يعني ايه ادب الرحلات؟ ادب الرحلات هو يعني انتاج ادبي بيعبر عن مكان، بلد في صوره رحله، في صوره مقالات بتتكلم عن البلد نفسها واحوال معيشتها. هو يعني ادب قديم قوي، بس للاسف يعني يمكن اتظلم شويه في الاجيال اللي قبلينا على طول، رغم ان احنا من الرواد يعني، او العرب يعني من الرواد فيه، عشان ابن بطوطه لما دون رحلته قبليه كمان ليون الافريقي وكذا كذا حد يعني. بس فانا سافرت كتير بره مصر، وكنت يعني بدون رحلاتي دايما. نزلت 3 كتب سفر. قولينا اساميهم عشان نشتريهم. الكتاب الاولاني اسمه الاولى باريس. الاولى باريس عشان ده كان اول حاجه. والثانيه ايه؟ الثانيه كان اسمه الفيروزيه. ده كان في الاردن وسوريا ولبنان. عزيز عليا بلاد الشام، عشان كان في سوريا وقبل الحرب. والاخراني اسمه هوستل. هوستل بيتكلم على ميلي لو بادجت ترافلينج، يعني زي الواحد يسافر بميزانيه قليله. وبينزل في هوستلز و بيوت الشباب بقى والحاجات دي. بالظبط. حلو قوي والله، حبيبتيني في الكلام ده. طيب بصي بقى دلوقتي، انت لفيتي كتير في مصر بالموتوسيكل. انت معاكي حد ولا لوحدك؟ لا مبقاش لوحدي، معايا جوزي واصحابنا. عدد الافراد يعني بيختلف من طلعه للتانيه. هل في بيبقى هدف معين اجتماعي او خيري من الطلعات دي؟ وخلونا ننزل الصور دلوقتي وانت بتكلمي كده وتحكي لنا على كل صور. اوكي قولي. وانا اشوفها فين؟ لا هشوفها هنا. والله هو الموضوع ابتدى ان احنا كده كده بنحب نسافر يعني، حتى من قبل ما نبتدي نركب موتوسيكلات بنحب دايما نشوف اماكن جديده في مصر، لان مش الظروف دايما ما بتبقاش متاحه ان احنا نتفرج بره مصر. اوكي ده انت يا ده انا اوكي في الخوزه. ده كان على الطريق ما بين الاقصر وحات الخارجه. اوكي احنا عملنا تريب دي كانت 9 ايام. اتحركنا من القاهره لمرسى علم على البحر الاحمر. وبعدين دخلنا قطعنا الصحراء الشرقيه وصلنا لاسوان. من اسوان طلعنا على الاقصر. من الاقصر دخلنا بقى الصحراء الغربيه، خدنا الواحات كده لفه. الله ده عند التمثالين بتوع ميمون. اوكي ده الاقصر. زرنا الواحات الخارجه والواحات الداخله والفرافره والبحريه. وبعدين ده الموتوسيكل بتاعك؟ ده الموتوسيكل بتاعي. ده اللي هو انت كان مركون وانت خدتيه ولا ده؟ لا 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 ده واحد جديد بقى. الشيء الفلاني شكله ما شاء الله يعني. مش قوي يعني. ازاي بس؟ اوكي ورونا اللي بعديه اتفضلي. ده برضه يعني هو احنا عندنا موتوسيكلين يعني انا وجوزي، فده واحد منهم بس دي انا برضه كنا مبدلين ساعتها. هو ايه الحاجات اللي وراكي دي كلها؟ اكل وشرب؟ لا ده ليه قصه بقى. احنا عاده يعني الرحله دي كانت مميزه شويه عشان اول مره نطلع معناش سبورت فيكل او عربيه يعني. عاده بيبقى طالع معانا ناس صحابنا بعربيات ملاكي، فنقدر نشيل معاهم تنكات بنزين، شنط، اي حاجه زياده. المره دي بقى كله بعنا. فقررنا خلاص اوكي هنطلع بالبايك. طب هنحتاج ايه؟ اولا الموتوسيكل مثلا بيحتاج يتموّن كل 200-250 كيلو. فالطرق تقريبا باستثناء طريق القاهره مرسى علم كل الطرق الثانيه ما فيش خدمات خالص. فكنا بنضطر كل واحد شايل جيركن 20 لتر ورا ظهره، ومربطين بقى حاجتنا، شنط عده، شنط هدوم، اكل، ميه، كل حاجه. اوكي. فكنا كل يوم بنوصل للديستنيشن بتاعنا. احنا بالظبط زرنا 7 مدن في 9 ايام، فبعدل تقريبا مدينه كل يوم يعني. بتناموا فين؟ في هوستلز برضو في كامبس. اوكي. في مصر في كده؟ في مصر في حاجات لو بادجت يعني. اوكي.
بس وكنا كل يوم بقى بنضطر نفك كل اللي انت شايفه ده، ننزله معانا الاوضه ونصحى الصبح نربط تاني عشان نتحرك وهكذا. انتوا لازم يتم استغلالكم سياحيا، يعني لما في بعض الجروبات ممكن تيجي تبقى عايزه تلف مدن ومحافظات مصر بالبايك، لانه ما ممكن يبقى عندهم البايك بتاعهم مش هيجيبوه، فيبتدوا انتوا توفروا لهم البايك وتبتدي يبقى في رحلات. هو الحقيقه يعني الموضوع ده يا ريت يتعمل، لان هو في ناس كتير قوي، يعني مصر بتعتبر بوابه افريقيا. فانا شخصيا قابلت رحاله كتير قوي جايين من بره بيعدوا على مصر في طريقهم لكيب تاون او العكس الى جنوب افريقيا. يعني قابلت واحده من لندن، كان جايه من لندن هي وبنتها عندها 8 سنين بموتوسيكل، موتوسيكل لي سايد كار، وكانت عامله الرحله دي من لندن وشحنت البايك بتاعتها على اسكندريه وكملت طريقها لغايه ما وصلت لساوث افريكا. اوكي. في واحد تاني مثلا، احنا في خلال الرحله دي جوزي واتنين من صحابنا انفصلوا عننا ونزلوا لغايه شرق العوينات، وانا وبايك تانية كملنا طلعنا فوق للاقصر، يعني عشان يعني ليميتيشنز امكانيات البايكس معانا كانت محدوده شويه، كان الطريق ده في حته صعب قوي ما ينفعش ندخلها بالبايكس دي. اوكي. فهم التلاتة اللي ربنا كرمهم بالبايكس كملوا. قابلوا حد واحد اتنين هنود في ابو سمبل، كانوا جايين من كيب تاون، جايين من جنوب افريقيا. من جنوب افريقيا كانوا شاحنين البايكس بتاعتهم من الهند وابتدوا الرحله بتاعتهم من جنوب افريقيا ووصلوا لابو سمبل، وجوزي حتى قابلهم في القاهره وهم مسافرين راجعين. بيواجههم مشاكل بقى حاجات كده ولا الدنيا عام بيس؟ للاسف ما اعرفش. في مشاكل في تحديات الحدود، يعني بياخدوا وقت طويل قوي، بياخدوا وقت طويل قوي في المينا عشان يشحنوا البايك. هو كمان دلوقتي عشان الظروف اللي احنا بنعيشها، الظروف صعبه بيني وبينك، فمش هنقدر نهاجم، لان بيبقوا عايزين يتاكدوا ان كل واحد داخل يعمل ايه، وده سياحه بجد ولا حد داخل يضرب حاجه ولا يعمل حاجه. بس هي انا اللي بقول احنا عايزين ده. ايه ده الخريطه دي؟ دي خريطه الرحله بقى كلها. هم كانوا 2700 كيلو. انتوا بدأتوها من كايرو ورجعتوا كايرو؟ ها. بدأناها من القاهرة لغاية كده ولا كده؟ مشينا مرسى علم، مشينا البحر الاحمر الاول لغاية مرسى علم، ومن مرسى علم في طريق مرسى علم ادفو ده اتفرع منه طريق بينزل جنوب شوية اسمه الشيخ الشاذلي. الطريق ده تقريبا ما قابلناش عليه غير 3 مقطورات. اوكي. هو طوله أي. حوالي 300 يعني almost 400 كيلو. اوكي. من لا شيء. يعني رحتوا أسوان؟ رحنا أسوان، الأقصر، الخارج، باريس والدخلة والخارجة. بالظبط. الحقيقة لازم أذكر برضو إن إحنا في الخارجة بالصدفة قابلنا أستاذ محسن عبد المنعم، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة هناك، وأنا أحب أشكره الحقيقة، لأن هو ما كانش يعرف إن إحنا جايين. احنا مجرد مجموعه صحاب، فمش عاملين حاجه اوفيشال يعني رسمي، بس هو لما عرف ان احنا موجودين وعرف احنا بنعمل ايه وان احنا بنلف مصر بموتوسيكلات، الراجل فضل معانا يوم بحاله. كان عندنا مشكله مثلا في عجله، وقف معانا عند الميكانيكي طول اليوم. الحقيقه كان يعني استقبال هايل لطيف، وهم نفسهم برضو يعملوا حاجه، يعني الهيئه برضو كان نفسهم ان هم يستقبلوا ناس زينا اكتر، يجوا الخارجه والداخله والاماكن اللي هي الناس ما بتزورهاش كتير في مصر. بتحضروا لاي حاجه دلوقتي؟ في اي رحله هتعملوها قريب؟ انا بحاول احضر لرايد سولو. ده ايه ده بقى؟ عايز اعمل رايد مشابهه لدي، بس سولو بقى لوحدي خالص. اوكي. عشان تتوهي بقى وحاجات كده. ربنا يسامحك. اسرح بقى يمكن انزل لغايه كيب تاون. طب لو الناس عايزه، يعني هل انتوا ليكوا صفحه على بيج على الفيسبوك او حاجه الناس ممكن تنضم اليكم؟ لا، هو في صفحه بتاعتي بس، شيرين عادل. أوكي. بالعربي. اوكي. لو حد عايز اي اسئله او استفسارات ممكن يتواصل معاكي. طبعا. مش كده شيرين؟ انت نادره، شرفتيني ونورتيني وحببتيني في الموتوسيكلات. يلا بينا بصراحه يعني. الجمعه الجايه طريق العين السخنه. لا انتوا روحوا وصوروا لي وانا هسقف لكم من بيتنا. بشكرك. وتحيه لجوزك ان هو معاكي وان انتوا عندكم هوايه حلوه كده وحاجه لطيفه قوي بجد. ميرسي ليكي. اشكرك يا شيرين. ثانك يو. يا رب كده نكون كنا ضيوف خفاف على حضراتكم خلال الساعتين اللي فاتوا. التقي معاكم ان شاء الله في نفس ميعادنا يوم الاثنين الجاي 3
مساء او عصرا بتوقيت القاهره على نجوم اف ام وكلام خفيف. شكرا لكم والسلام عليكم. كنتم مع كلام خفيف مع شريف مذكور على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.